والحقيقه مشاهدينا الكرام دايما بنكون حريصين في برنامجنا هنا في صباح مين ان احنا نقدم لحضراتكم يعني وجبه خفيفه لذيذه من الاخبار عشان حضراتكم تبداوا اليوم باشراقه جميله. الخبر اللي احنا هنروح له دلوقتي الحقيقه خبر بيخص كل المهتمين وكل محبين وعشاق الظواهر الفلكيه. النهارده في الساعات الاولى من صباح اليوم محافظه اسوان وبالتحديد معبد ابو سمبل شهدت ظاهرة فلكية ومعمارية فريدة من نوعها. الظاهرة دي هي تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثاني بأبو سمبل، والحقيقة هذه الظاهرة زي ما بقول لحضراتكم ظاهرة فلكية ومعمارية فريدة من نوعها، والدولة كان ليها استعدادات خاصة لهذه الظاهرة. لكل ما يخص هذه الظاهرة وللحديث أكثر عنها بيسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة والمشرف العام على السياحة والأثار بمحافظة أسوان. يا دكتور برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير أستاذ أندرو، صباح الخير أستاذ مونيكا، وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة ومصر طيبة ودايما في أمن وأمان يا رب. صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا في صباح مين. اهلا بحضرتك يا رب. في البدايه عايزين نعرف يعني كلمنا اكتر عن الظاهره الفلكيه والمعماريه الفريده من نوعها اللي شهدتها النهارده محافظه اسوان وبالتحديد معبد ابو سمبل. عايز اقول لحضرتك استاذ اندرو في جو جميل، شمس ساطعه، جو دافئ حلو كالعاده في اسوان عامه وفي ابو سمبل خاصه. كانت النهارده الظاهره مشرقه جميله جدا باحتفاليه كبيره جدا ابهرت العالم كله. الحمد لله رب العالمين، النهارده الشمس اشرقت في تمام الساعه 6:30 واستمرت لمده 20 دقيقه. الحمد لله رب العالمين. يمكن هذه الظاهره زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه بالفعل هي ظاهره فلكيه معماريه هندسيه فريده من نوعها. لنا ان نتخيل وللعالم كله ان يتخيل كيف استطاع المعماري الفلكي الهندسي المصري القديم ان يطوع اشعه الشمس بعد شروقها مباشره لتسير وتتسلل على خط مستقيم لمسافة أكثر من حوالي 60 متر لتشرق على وجه الملك رمسيس الثاني، وتشرق أيضا على بعض المعبودات مثل معبود آمون رع معبود الجنوب ومعبود رح ورختي معبود الشمال، ولا تشرق على وجه المعبود بتاعه رغم وجود التمثال ملاصق لهذه التماثيل لكونه معبود الظلام. فلنا أن نتخيل كيف استطاع المصري القديم بهذه البراعة وبهذه العظمة في علم الفلك أن يفعل ذلك. أربع تماثيل قاعدين جنب بعض في قدس الأقداس، الشمس تشرق على ثلاثة منهم وكمان تختلف حركتها، يعني مثلا في أكتوبر تتحرك من الملك رمسيس الثاني إلى المعبود رح ورختي ثم المعبود آمون رع، في شهر فبراير تتحرك عكسا تماما من الملك رمسيس الثاني إلى المعبود آمون رع ثم المعبود رح ورختي، ولا تشرق ابدا سواء في فبراير او في اكتوبر على المعبود بتاعه كونه معبود الظلام. فلنا ان نتخيل كيف استطاع المصري القديم ان يفعل ذلك. هي هنا المعجزه، هنا الحاجه الفريده من نوعها اللي بتخلي العالم كله شوف مرور كام سنه عليها 33 قرن وما زال العالم ينبهر وما زال الزائرين ياتون من جميع انحاء العالم عشان يشوفوا هذه الظاهره الفريده. طب يا دكتور، هي الظاهره دي بتبقى مره واحده في السنه ولا هي ظاهره متكرره؟ هي مرتين في العام قبل النقل، يعني قبل انقاذ معبدي ابو سمبل، يعني قبل عام 1964 كان في 21 فبراير و21 اكتوبر، وبعد ذلك بعد نقل المعبدين يعني بعد عام 1968 تغير التاريخ يدوب يوم واحد بس. طب ليه تغير؟ لان احنا نقلنا المعبدين على مسافه حوالي 185 متر الى الوراء وحوالي 64 متر الى اعلى، ودي برضو خلي بالك اعجاز. انا بعتبر نقل المعبدين دول اعجاز، ان المعبدين منحوتين في الصخر مش نظام البناء العادي. فالنهارده لما تدخلي المعبدين يا استاذه مونيكا تحس ان مفيش نقل ولا حاجه، ده المعبدين ما زالوا منقولين بالظبط كانهم كانوا قبل كده. فعشان النقل ده خفيف حصل تغير، اصبحت 22 فبراير و22 اكتوبر، يمكن ده التغير اللي حصل بسبب نقل المعبدين. طيب يا دكتور، الحقيقة يعني دايما وإحنا بنقرأ الأخبار الخاصة بالظواهر الفلكية اللي ليها علاقة بتعامد الشمس دايما بيجي في دماغنا سؤال، هو إيه سبب ده؟ خصوصا أنه زي ما حضرتك كنت بتتكلم المصريين القدماء دايما عندهم يعني هدف من كل حاجة بتحصل وسبب لكل حاجة بتحصل، فممكن حضرتك توضح لنا إيه سبب تعامد الشمس والهدف من ده إيه؟ وهل ده بيدل على حدث معين او بيدل على شيء معين المصريين القدماء عايزين يوصلوه بعد الاف السنين؟
بالظبط كده زي ما قلت وتفضلت استاذ اندرو، احنا عارفين ان المصري القديم اول من توصل الى فكره التقويم، التقويم اللي احنا عايشين بيه لغايه النهارده فكرته بدات عند المصري القديم من 2600 قبل الميلاد، عندما لاحظ احد الفلكيين واشهرهم المهندس المعماري امحوتب احد النجوم الساطعه في السماء عند وصول الفيضان الى مدينه منف، ثم يختفي هذا النجم ولا يعاود الظهور مرة أخرى إلا بعد الوصول لفيضان مرة أخرى إلى مدينة منف. قاس الفترة بين ظهور النجم وإعادة ظهوره مرة تانية لقاها بتكمل حول كامل، نفس الظواهر نفس الحاجات بتمر عليه. تقسم هذا التوقيت إلى ثلاث فصول، الأخت والبرت والشموم، فصل الفيضان، فصل الإنبات، فصل الحطام، وخلى لكل فصل 4 شهور، وكل شهر 3 أسابيع، وكل أسبوع 10 أيام. لو جينا حسبنا الحتة دي أندرو هنلاقيها 360 يوم، ثم أضاف 5 أيام اللي هي أيام الاحتفالات الكبرى، إيزيس وأوزريس وست ونفيس وحورس اللي هم أيام الأعياد الكبيرة، وبعد كده ضاف ربع يوم اللي بيخلي فبراير لغاية النهاردة 29 كل 4 سنين. يبقى إذن التقويم اللي احنا عايشين بيه لغاية النهاردة هو تقويم مصري قديم، ويؤكد ذلك ما يسمى بالتقويم القبطي. وعلى فكرة بلفت نظر السادة المشاهدين، كلمة قبطي تعني مصري، لها علاقة بالجنسية، أتت من كلمة حتكة وبتح الاسم القديم لمدينة منف. التقويم القبطي النهاردة يا أستاذة مونيكا كل شهر فيه 30 يوم، وبنتخد اسم الأشهر بتاعته زي هاتور من المعبودة حتحور، توت من المعبود جحوتي، بتاح من المعبود كياح أو كيهك من المعبود بتاح، وهكذا. ده بيؤكد ان احنا التقويم اللي عايشين بيه لغايه النهارده بدا من هذه الفكره، يلاحظ الظواهر اللي بتحصل عنده. طيب عايز احدد بدايه الزراعه، عايز احدد بدايه الفيضان، عايز احدد بدايه الفصل الحصاد اللي هو الشمول اللي جت منه كلمه شم النسيم. فبدا هذه الظواهر يتعلق بالايه؟ بالحاجات الفلكيه اللي موجوده عنده. عشان كده احنا حفزنا وفضلنا الراي القائل بأن هذه الظاهرة مرتبطة ببداية فصل الزراعة وبداية فصل الحصاد، لأن احنا عارفين الزراعة كانت وما زالت مرتبطة بالدورة الشمسية أو مرتبطة بالنيل أيضا، بوجود المعبدين دول على نهر النيل في البداية، ودلوقتي بعد نقلهم على بحيرة ناصر اللي موجودة خلف السد العالي. صحيح. عشان كده بنؤكد الرأي القائل بأن هذه الظاهرة مرتبطة ببداية فصل الزراعة أو بداية فصل الحصاد، وليس كما قيل في البداية بداية ميلاد الملك وبداية تتويج الملك. يمكن الرأي الثاني اللي احنا قلنا عليه أرجح عشان يتتبع كل الظواهر ويربطها بالحياة الاقتصادية اللي موجودة عنه. صحيح. يمكن في الفترة الأخيرة مصر، أو يعني زي ما احنا متعودين أن مصر هي متألقة في السياحة الشتوية، خاصة في الأقصر وأسوان، وأن هم أجمل مدينتين سياحيتين، خاصة في الشتاء بيبقى الأجواء فيهم كمان مشجعة وجميلة. يمكن مصر عانت شوية من فترة كورونا والأحداث العالمية اللي بتحصل دلوقتي، فعايزين حضرتك دكتور تطمننا على الموسم السياحي في أسوان اليومين دول. ده أنا كمان عايز أطمن حضرتك وأطمن السادة المشاهدين في معلومة تانية خالص. احنا كنا بقالنا فترة كبيرة دايما فعلا زي ما حضرتك تفضلت يا استاذة مونيكا بنقول السياحة الموسمية الشتوية في الأقصر وأسوان بسبب الجو الجميل الموجود. لا، احنا من الموسم اللي فات اللي هو بعد التعافي من كورونا مباشرة، الحمد لله لم تنقطع السياحة حتى في فصل الصيف. يمكن ده أدانا بوادر ومؤشرات على وجود موسم سياحي ضخم جدا. يمكن دي الأول مرة تحصل من عام 2010 ان احنا بنلاقي استمرار الموسم السياحي حتى في فصل الصيف رغم ارتفاع درجات الحراره في الاقصر واسوان، الى ان الحضاره المصريه تحدد كل هذه الظواهر وكل هذه الاشياء، وبدا اصر الزائرين على انهم يكملوا. عشان كده بنقول السياحه لم تصبح موسميه، وبالذات في اسوان على وجه التحديد بسبب وجود المناظر الطبيعيه والمحميات الطبيعيه والجزر الجميله والسياحه البيئيه والسياحه العلاجيه اللي موجوده في اسوان، ده ادى الى استمرار حركه السياحه وتدفق حركه السياحه، وكان الزائرين في جميع انحاء العالم منتظرين اللحظه اللي هيتعافى العالم كله فيها من كورونا عشان يجوا ويشوفوا مصر ويتمتعوا بجو مصر ويتمتعوا باثارها. دكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام اثار اسوان والنوبه والمشرف العام على السياحه والاثار بمحافظه اسوان، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله.